كمبيتير سيكوريتي بلس هاي تيك اورينتيشن او كلاس نمبر زيرو طيب uh, لما نقول كمبتيا معناه شركة كمبتيا بيقدم خدمات بتاع كورسات بتاع اي تي وعنده كورسات كتيرة جدا لكن الكورس اللي بيبدأ به السايبر سيكوريتي اسمه سيكوريتي بلس ورقم الكورس SY01 SY0701 uh, كلمة و... 701 رمز بتاع الكورس كله بعد ثلاثة سنة بتغير الرقم uh, SY0601 uh, انتهى أو هينتهي يعني هينتهي شهر ستة الناس الدارين يمتهنوا بنتهي شهر ستة ولكن اس واي زيرو بدا يعني شهر حداش شهر حداش يعني قبل ثلاثة شهور تعتبر كورس جديد وهي طبعا تعديل للكورس المضى لانه سايبر سيكوريتي المتقدم متقدم كل مرة بيضيفوا بحذفوا الحاجات القديمة وبيضيفوا الحاجات الجديدة ف اس واي زيرو بيستمر لمدة ثلاثة سنة فشهادة كمبتية فترة تلاتة سنة وكل بعد ثلاثة سنة انت بتجدد ما بتمتهن لكن بتجدد الشهادة وكده فالناس اللي اخدوا 601 فستيل بكونوا ماشيين الاثنين مع بعض وده كيام الرتايل شهري ستة الجاي ان شاء الله بعد اربع شهور تقريبا من الان ودا بيستمر لمدة ثلاثة سنة بعد كده بيجي SY08 بكونوا الاثنين ماشيين ما مع بعض ده باخذ ست شهور بعمل ريتاير الجديد طيب فنبدا ب قبل ما ناخذ اي حاجه ناخذ فكره عن الشهاده اللي قلنا بتاع السايبر سيكيورتي طيب طيب هاي تك. نتكلم شويه عن الهاي تك قبل ما نخش في اي تفاصيل طيب هو وي ار طيب طيب uh, منو يعني ناس هايتك تك هاي تك هو ال ال سي شركه بروفايدد براكتيكال انفورميشن الصوت واضح مشكله يا شباب الصوت والصوره واضحه ايوه واضح اوكي جود ثانك يو طيب uh, فقلنا هي ال ال سي Provide practical information technology training We high tech offer hand on practical training in uh, cyber security. We are a later on in the network, in the IT support, and in the ability a career coaching and job replacement program. Okay, uh What's our mission? Uh, our mission to empower by the providing in. By providing information technology training and opening employee opportunities in the tech sector. Okay. What high tech do? Or what we do? Uh, we provided hand on training in three phases uh, practical training. Career coaching and job replacement. I told you later on. A okay. job replacement, we have developing three steps for job searching assistant program. That program consists of uh, resume help, job search, interview preparation. هنمشي معه في انه نعدل في الرزم بتاعه ونضيف الحاجات المطلوبه في الرزم أوردي انت عندك رزمي ولو ما عندك هنعمل لك رزمي بالحاجات اللي احنا درسناها والحاجات اللي انت خدتها له خبره وبعد ذاك نوريك انك كيف تعمل سيرش للجاب والجاب طبعا تو 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 سينس في ال government job وفي البرايفت private sector jobs

طيب الانترفيو احنا انترفيو preparation احنا نعملك انترفيو ونديك سامبلز بتاع اجابة انترفيو تجرام تدرب عليهم بعدك نجي نعملك انترفيو عشان لما تمشي الانترفيو في اسئلة ثابتة لازم تعرفهم وتقدر تعمل كنترول للانترفيو وتقدر تعمل كنترول للتايم وتقدر تعمل ريبليسمنت لتعمل يعني presentation ل yourself يعني طيب تقريبا ده الـ High Tech أنا اسمي سوري أنا اسمي أحمد الحاج عندي uh, أكثر من عشر سنوات أو أكثر في خبرة في خبرة في مجال الـ تي تشمل الـ, الـ, الـ Engineering side و الـ hardware side و الـ software side. طيب هنيجي نشوف كومبيتير سيكيورتي بلس رايت هاند سايبر سيكيورتي نأخذ ناخد uh, نشوف uh, فيديو صغير او احنا في بداية اللكشر ده طبعا شفنا انه uh, تحديدات نشوف التحديدات اول حاجة في العالم شنو اللي قاعد بيحصل عشان نقدر نحدد انه احنا وظيفتنا بكون شنو طيب لو لاحظنا في الخريطة ده بوريك اللايف اتاك يعني الهجمات الحسية مباشرة قاعد بحصل آه قاعد بحصل مباشرة الآن آه دخلت العالم لا هي ده الأتاك أو الهجمات قاعد بحصل مباشرة فالعالم محدد كتير جدا من مجال السايبر سيكوريتي أي يوم تسمع أنه الحاجة الفلانية حصل له أتاك وحاجة الفلانية حصل أتاك حتى الحكومة ما قادر يعني يتخلص من من الهجمات او سرقه المعلومات او الاختراق بتاع الكمبيوترات وكده طيب السايبر سيكيورتي له مجالين مجال الاختراق او نو no. مجال الـ. السايبر ديفنس وسايبر آه. اتاك الاتاك انت انت تشتغل عشان تعمل اتاك لأجهزة ديفنس انت بتشتغل عشان تعمل ديفنس للأجهزة وكده فده مجالين ف Uh, انت لو اخذت سيكيورتي بلس تشتغل انترميديا انتر ليفل تو انترميديا ليفل وبعد داك تشتغل غالبا انت بتشتغل في مجال سايبر ديفنس والديفنس ذاته فيه انواع كثيره واقسام كتيرة جدا وبعد داك اذا دار تمشي اتاك uh, تتوسع فيه يعني تتوسع فيه وممكن تمشي سايبر اتاك وكده تاخذ عليه كورسات زياده عشان تمشي تعمل السايبر اتاك وكده طيب آه، ناخد تاني خريطة تانية برضو بورينا أنه نسبة الأتاك الماشي برضو في في ريال وورد لو لاحظت الخريطة ده برضو بوريك يعني ده الأتاك الحسي قاعد بيحصل مباشرة فالنقاط اللي انت بشايفهم الدارك الملونة ده كلها في أتاك لكن الخطوط الشيف ام ديل دي نسبه الاتاك العاليه نسبه الاتاك العاليه أه... لو لاحظت هنا شفت الاتاك هنا بيحصل كم يعني هسه لو لاحظت في امريكا هنا لو لاحظت 3.79 مليون كويس ده في خلال التايم ده بس ده الاتاك اللي قاعد بيحصل لو لاحظت في ده نوع معين من الاتاك يعني لو لاحظت هجمات فيه انواع كثيره لما نيجي نتكلم نتكلم عنه بالتفاصيل بس انا داير اديكم صوره عامه عن الحاجه اللي في العالم معناه العالم كلها محدده لو لاحظت الدول الغنيه الدول المتقدمه فيه اتاك عالي جدا لو لاحظت هنا البرازيل في امريكا الجنوبيه شوف امريكا هنا كيف شوف اوروبا كيف شوف جنوب شرق اسيا ويابان وكده وهنا جنوب افريقيا برضو فيه شويه حركه وباقي افريقيا حالو حال افريقيا غايته المهم حتى هنا شوف في الخليج برضو في بعد الاتاك ومره مره بظهر لنا اتاك من من دول الافريقيه وكده لكن ما بالنسبه كبيره لكن لو لاحظت هنا زحمه الاتاك كل نقطه من النقاط ديل بيمثل جروب بتاع اتاك يعني كل نقطه ملونه بيمثل الجروب بتاع اتاك لو لاحظت يعني نشوف ده المناطق فيه تكنولوجيا عاليه وكده يعني ده تقريبا جزر هاواي هنا دي طيب ده اللايف اتاك ده خريطه مباشره الان قاعد بحث العملية ده وليتر اون نجي نعرف كل الاتاك ديل شنو انواع الاتاك ديل ومنو اللي بيعمل اتاك ديل وكيف نحمي اجهزتنا من الاتاك ديل انت ك... كانسان بتاع السايبر سيكيورتي مسؤول من الحاجات دي كلها يعني حتى هت... هنجي ناخد جولة كاملة في سيكوريتي بلس والحاجات دي كله بيكون واضح بالنسبة لنا لكن احنا وريناك البحث الشنو في العالم معناه اي شركة محدد اي شركة محدد لانه العالم كله مربوط بشنو بالنت النت معناه كلها مربوطة مع بعض بالتوصيلة او غير توصيلة مربوطة الكمبيوترات مربوطة مربوطة مع بعض ممكن يتخاطبوا مع بعض ممكن يحصل اختراق مع بعض انت وانس انك انت ربطت لي سوري وانس انك انت ربطت نفسك بالانترنت معناه انت معرض للحاجات دي كلها فاذا اي شركه بحتاج شنو بحتاج لناس تاع سايبر سيكيورتي السايبر سيكيورتي زي الامن بتاع البلد زي الامن بتاع البلد يعني هسه لو هسه في امريكا اكبر اكبر منظمه في امريكا شنو يو آ... اس الجيش الامن واكثر ميزانيه بتصرف وين؟ تصرف في الامن. فنفس الحكايه اي شركه لازم يصرف قروش كثير جدا الليله انت الشركه ممكن تبنيه بملايين الدولارات لكن نتيجه حاجه بسيطه جدا من سايبر سكيورتي ممكن حاجة دو كلها يروح. شوف أهمية السايبر سكيورتي مربوط في شنو؟ مربوط في حاجات كتيرة جدا مثلا إذا قلنا سيمبولي جدا الليلة أنت لو عندك بيت حديث مربوطة بالأجهزة بتاعت البيت كلها مربوطة ب بان تقدر تتحكم على بيتك من الابواب للكاميرات لل... للاضاءه لل... للتبريد التبريد كلها عن طريق تليفونك مربوطة بالنت إذا في زول ممكن يحصل أي مشكلة ممكن يفتح أبوابك ممكن يشوف الحاجات في الكاميرات كاميرات البيت وهكذا ده في ب... بالحاجة البسيطة طيب تعال في المستشفيات كل الأجهزة المستشفيات مربوطة عن طريق انترنت المريض يكون راقد وعنده اجهزه مراقبه عنده اجهزه كثيره جدا مربوطه بيو فالاجهزه دي بكون, آه بكون مربوطه عن طريق انترنت so اذا كان حصل اي اختراق ممكن المريض ده يعني حتى المريض باخذ الادويه الاجهزه بتاع الادويه مثلا قاعد باخذ انجكشن معين الانجكشن ده مربوطه بالجهاز والجهاز متحكم فيه عن طريق الانترنت اذا حصل اي اقتراح ممكن يزيد شخص ممكن يخترقه ويزيد يزيد الجرعه وينقص الجرعه او او يدي داتا خطا معناه بحصل شنو المريض ده حياته بكون في خطر ممكن يموت ممكن يحصل له اي حاجه وكده فده على مستوى المستشفيات وكده يعني هلو و... وايضا في حالات ثانيه yes. آه لو سمحتوا يزولوا خط نفسه ميوت عشان ما نعمل ديستراكشن طيب آه آه الليلة أشوف مثلا إذا جينا من ناحية العسكرية كل الأسرار العسكرية والبتاع مربوطة عن طريق انترنت كل الأجهزة والطائرات الطائرة فوق مربوطة عن طريق تر... انتر... انترنت إذا ما حميت المشكلة انه لو حصل أي اختراق ممكن يحصل كارثة كبيرة جدا وكده يعني ممكن يحصل كارثة كبيرة جدا وكده فالناس اللي خشوا جداد معانا احنا المحاضرة بتاع اليوم برزنتيشن او اورينتيشن عن كورس سكيورتي بلس وكده يعني اورينتيشن اونلي فما بكون عندنا مادة جديدة وكده طيب فقلنا أهمية السايبر سيكوريتي بتوقف في أي مجال خشي في البنوك أموال الناس كلها مربوطة عن طريق إنترنت وحسب اختراق ممكن يتحول ملايين الدولارات من حسابات إلى حسابات اذا نتفق كلنا انك انت بتكون اهم ذول في الشركه بتاع السايبر سيكيورتي لانه كل الأمل اللي بيشتغلوا له انت ما حميته معناه شنو معناه كله ممكن يروح السودان آه طيب اذا آه الان طبعا في 2024 فرص بتاع السايبر سيكوريتي وظائف السايبر سيكوريتي كثيرة جدا جدا حتى ما لاقي الناس بيغطوا كده كيف تخش وده ده ده النقطة المهمة جدا اللي احنا نشتغل فيه عشان نخترق الباب ده وكده فانت اذا بدأت سيكوريتي بلس this is a واي وهنشوف الروت ماب تيم كيف يعني انت كده في رايت right track في مجال الاي تي في مجال السايبر سيكوريتي طيب نجي برضه ناخذ نشوف فيديو صغير عن السايبر سيكيورتي قبل ما نمشي التفاصيل الثانية تعريف بسيط جزء من ال السايبر سيكوريتي وكده نرجع ل نشوف what security plus قلنا uh, security plus tابلe شرika اسم ف ht cمpia security plus certification CompTIA Security Plus certification. It is a global certificate exam that validates the baseline skills you need to perform uh, core security functions and pressure of IT cybersecurity career type. issue for Security Plus uh, skills enhancement. طبعا آه لما تاخد سكيورتي بلس السكيلز انت فيرست بتعرف عن الاتاك اليوم ما الليزر طيب نتكلم عن الاتاك والثريت والفانربيليتيز <applause> الاتاك معناه الهج ال الهجوم او الاختراق والثريت والمهددات وال vulnerabilities معناه شنو الثغرات so this court focusing in the more threat attack and vulnerabilities يعني بتركز في الثريت والمهددات والثغرات والهجوم طيب ثانيا architecture and design يعني كيف نقدر نعمل ديزاين للسكيورتي بتاع انتربرايز لما نقول انتربرايز معناه شركه كبيره فيه فروع كثيره ممكن نقول زي البنوك ممكن نقول انتربرايز زي اذا وزاره كذا مثلا وزاره الزراعه ممكن نقول له انتربرايز الحاجات الكبيره وايضا الحاجات الصغيره هو قال لك this include coverage of the enterprise environment and be and risk on the related to the cloud فهسي الناس طبعا العلم اتطورت وبقى يعني الداتا ما بكون مخزنة بس on promise بكون مخزنة في cloud وفي جزء مخزنة محل فده برضو زاد أهمية الأتاك لأنه أنت الداتا ما بكون مخزنة عندك وكده ففي الأرتكشر نتكلم عن الكلاود وكيف نعمل security للداتا بتاع كلاود وكيف نعمل security للداتا الموجودة عندنا في الـ Data Center عندنا برضو الـ Implementation فده ده بكون فوكس في شنو في Administrating Identity وعندنا الـ Access Management كيف نقدر ندي Access للناس و الـ uh, PKI Public Key Infrastructure وال نتكلم برضو عن Basic Cartography التشفير ونتكلم عن Wireless Uh, الوايرلس نتكلم عن انت تو انت سكيورتي ف كل المجال هنتكلم فيه في امبلمنتيشن ونيجي نشوف الكونفجريشن بتيم كيف وشنو البروتوكولات اللي هنستخدمه نستخدمه وشنو الثغرات وشنو نقاط الضعف وشنو الاتاك البتيم وكيف نحميه وكده طيب فاينلي جوفرنا وريسك اند كومبلاين فنشوف كيف نتحكم في الحاجات دي كيف ونشوف الريسك طبعا الحاجات ده كله مبنية على الريسك فنجي نشوف الريسك assessment ونجي نشوف الريسك ذاته كيف نقدر يعني نقلل من الريسك او نقدر نعمل ترانسفير للريسك او نقدر نعمل شنو للريسك يعني افويد الريسك كيف كده طبعا الحياه كلها مربوطه بالريسك لكن نعمل كلاسيفيكيشن للريسك الموجود ونتعامل مع الكومبلاين طبعا ده Uh, كيف لأنه أنت لو قاعد في دولة الدولة دي عنده قوانين فأنت الداتا بتاعك كيف تقدر تحميه لأنه السايبر سيكيورتي ما أنت بس حماية الداتا فيو ثلاثة حاجات بقولوا CIA يعني داتا سايبر سيكيورتي عامة بسموه مثلث بسموه CIA confidential integrity and اند ال لازم يكون سرية confidential ولازم يكون الداتا موثوق به integrity ولازم يكون شنو الداتا available يعني وجود الداتا معناه الـ availability ده مهم جدا لانه انت عشان توفر داتا آه, لازم تعمل حاجات كتيرة جدا تبدا من حماية بتاع الفيزيكال سيكيورتي وتقدر توفر له الباور وتقدر توفر له الامن اللازم والتبريد ده بشمل برضو في السايبر سيكيورتي ما مع معناه انت بس تقعد تشوف الفيروس بس انت مسؤول من المثلث الثلاثه دي عشان الشركه يكون آه يكون الداتا بتاعه معلومات بتاع اي شركه او اي بنك او اي ويب سايت يكون متوفر 24/7 ويكون يكون متوفر ويكون موثوق ويكون بمحمية فنين نشوف الحياة دي كله نعملهم كيف كيف نقدر نعمل الداتا ده متوفر كيف نجي نعمل الداتا ده محمي كيف نجي نعمل الداتا ده موثوق به يعني ما حصل له أي تعديل وكده فكل الحياة ده نتكلم فيه بالتفاصيل الشديد طيب نجي نشوف الاسكيرس اننا أنا ال evaluation مهمتك أنت تعمل evaluate تقييم monitoring كويس تعمل monitoring تعمل operate وتعمل شنو identify و أو analyze و يعني إن ده كل الحاجات اللي أنت تشتغلهم في مجال السايبر سيكيورتي وكده طيب tape طيب. security plus important assessment IT skills essential IT skills بشمل شنو آه الحاجات اللي انت بتدرسهم احنا اتكلمنا فيو في تلاتة سلايدات الفات كان زي ملخص identify attack and vulnerability تقدر تعرف الـ 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 وتعرف الصغرات Understanding security virtualizations and application deployment, implementing security protocols and encryption. Give the security protocols. Masalan, a website in the top of http www.yahoo.com or google.com. إحنا سايبر سيكيورتي ده تعتبر غير آه غير امن اي ويب سايت ببدأ http تعتبر غير امن عشان كده نيجي نعمل ديبلوي نضيف عليه بروتوكول عشان نخليه سكيور نعمله http ونضيف له https كده بكون سكيور لانه لما يكون في اس معناه احنا اضيفنا السكيورتي واضفنا بروتوكول بتاع السكيورتي فانت مثلا سيمبل جدا الليله لو داير تدخل اي معلومات سريه بتاع كريدت كارد سوشيال سيكيورتي تاكد من الموقع اذا موقع مكتوب اتش تي تي بي ما فيه اس ده موقع غير امن ما تدخل فيه السنسيتيف انفورميشن او البيرسونال انفورميشن بتاعك اذا لقيت موقع بتاع بنك ما فيه اس ما اس معناه تاكد انه الموقع ده ممكن يكون موقع مجلد او اي حاجه ما تدخل فيه معلومات اي حاجه انت دار تتعامل معه يتعامل ب HTTPS لازم لما تكتب فوق انت م... لما تيجي تكتب الموقع ما بتكتب دبليو w... ما بتكتب اتش تي بي تكتب الموقع بس بدايه بظهر لك ترى اوتوماتيكلي بظهر لك اتش تي بي ده البروتوكول اللي بيشتغل به هنتكلم عن البروتوكولات ده ده مثال واحد اذا ما في اس ما تاخذ فيه اي معلومات لانه ما امن لازم يكون اتش تي تي بي اس لما يكون فيه اس معناه الداتا آه, بتاعتك تكون انكريبشن مشفرة الباسورد بتكون مشفرة وكده يعني ده واحد من الحاجات يعني من هنا اخذه من هنا من المحاضرة أخده انه اي معلومة your credit card your social security your بيرس your uh, uh, personal identification information don't يعني اذا ده تعمل اي حاجه اشتراك اي حاجه لو لقيت الموقع مع مكتوب HTTPS، ما مكتوب اتش تي تي بي اس ما تخط فيه المعلومات ده الموقع غير موثوق به او غير امن وحاجات زي ده كتير بروتوكولات زي ده كتير احنا نتكلم فيه بالتفصيل ده مثال بس عشان زول ممكن يطلع بالمحاضره اقل شيء بحاجه واحد يعني طيب uh, monitoring and secure cloud نجي نعمل نراقب الكلاود ونعمل security للكلاود السحابه والبيانات اللي موجوده عندنا هنا والموبايل والاي اي او تي بيقولوا انترنت اوف سينكس انفايرومنت انترنت اوف سينكس معناه الاجهزه المربوطه عن طريق الانترنت مثلا انت بيتك عندك حاجات مربوطه آه المربوطه عن طريق الانترنت بقوله انترنت اوف things ده so علم برضو قائم بذاته يعني رايم بذاته انترنت اوف سينس تقدر تربط كل شيء زي قبل ما ضربنا مثل كل شيء عربيتك لموبايل بتاعك لتلفونك التكييف في البيت للكاميرات في البيت للثلاجة بتاعك والاي سي بتاعك والابواب بتاعك كل الحاجات تقدر تربطهم عن طريق انترنت فده علم قائم بذاته يسموه انترنت اوف سينكس برضو اي مجال بتاع اي تي احنا كسايبر سكيورتي خاشين لانه لازم نامن لازم نامن كلاود علم قائم بذاته لكن احنا خاشين فيه عشان كده لازم ندرس عن الكلاود موبايلز والويرلس علم قائم بذاته لكن احنا هنخش فيه نعرف بيشتغل كيف لانه انت حاجه لو ما عرفت بيشتغل كيف ما بتقدر تامنه لازم تعرف البرنسبل بتاعه انه بيشتغل كيف عشان تعرف انه وين بكون ثغره عشان تامن الثغره ده لازم تعرف البروتوكولات الموجوده فيه وهل البروتوكولات ده امن ما امن وكده انستول ان كونفيجريشن ايدنتيتي اند اكسس سيرفيس يعني احنا برضه هنعمل انستول و للكونفيجريشن للاكسس مثلا الشخص الداير يخش على الكمبيوتر باسورد شنو القوانين بتاع الباسورد هل ممكن يخش بباسورد بس ولا يخش بكرت ولا ببصمة. ده كلها حاجات احنا هنتكلم برضو فيه تفاصيل بيسموه اكسس مانجمنت كيف نقدر نتحكم في الاكسس للاجهزة بتاعنا ده الباب بتاع اي حاجة كيف تفتح الكمبيوتر ده بداية السايبر سكيورتي ببدا من هنا كيف تبدا شنو الباسورد هل الباسورد بتاعك ده سهل ممكن يسرقوه كيف نعمل كراك للباسورد نخلي الباسورد نحط فيه قوانين كيف يكون باسورد قوي ده واحد من طيب 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 assist and troubleshooting of network components برضو لازم نعرف network الشبكة بتاعنا بيبدأ من جهازك للسويتش للراوتر ومن راوتر للراوتر لحد ما يمشي السيرفس ده كل الداتا ده معلومات ده بتنقل من هنا مثلا انت في جوجل من هنا مثلا من نيويورك لحد كاليفورنيا بمر بمية خطوة لازم نأمن الخطوات ده كلها نقدر كلها لازم نعرفه شغال كيف ونعرف الثغرات اللي بتتم وكيف نأمنه كده configuration wireless security settings and public uh, public key infrastructure PKI قبل لما لقينا PKI اختصار public key infrastructure هنا طيب آه, نعمل configuration للويرلس أقل شيء برضو لو أخذت الكورس تقدر تعمل configuration للويرلس بتاعك بتاع البيت تقدر تعمل له control تقدر آه, تغير الباسورد بتاعه تقدر تغير اليوزر بتاعه تقدر تخلي الواي فاي بتاعك هيدن ما في زول بيقدر بيشوف الواي فاي بتاعك اسمه الا انت بتشوفه وتقدر برضو تقدر تعمل كونفيجريشن اطفالك ما يقدروا يخشوا على مواقع اي موقع ممكن تقدر تخش وتعمله حظر كيف تعمل حظر للمواقع معينه مثلا وتقدر تحدد تدي اكسس لاطفالك مثلا بنوم ساعة 9 تقوم تقفل منهم مثلا كل واحد تعرف رقم تيلو تعرف الماك ادرس التليفون وتنزله عنه التليفون بتاع الطفل الطفل اسمه محمد ده بنوم ساعة 9 معناه تعمل بلوغ للانترنت من ساعه كده لكده والمواقع مثلا انا داري ويك ديز ما يشوفوا نتفليكس تقدر تكفي الحاجات دي تقدر هنمشي فيه قطعة قطعة نقدر نعمل كونفجريشن للوايرلس بتاعنا بتاع البيت ده آه ده نقدر نقفل المواقع دايرين نقفلهم ونفتح لهم المواقع الدائرين نفتح لهم ونقدر و... نخلي بيتك آمن آه من ناحية وما يحصل اختراق لبيتك وكده طيب أمم uh, وبعد ذاك نشوف الكلام ده كيف نطبقه في انتربرايز زي ما اتفقنا انتربرايز هو قلنا شنو الشركات الكبيره Understanding بين and اند scanner ده برضو بين ده مجال قائم بذاته ده انت بعينوك انك تخترق ال 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 الشبكة بتاع بتاع الشركة لكن بإذنهم لو عملته بدون إذنهم طبعا تمشي السجن طوالي كويس فهم بعينوك انك انت بيجي يقول يا اخي والله كده تعال اخترق لنا الشبكه ليه تخترقوا عشان يعرفوا نقاط الضعف ويقويوا كده لكن لازم يكون في ورق وفي عصايه توقع له كده عشان بعدين ما يعمل لك سوء ويرموك في السجن اس سكانر لو عندك شركه فيه 1000 كمبيوتر كيف نقدر نمسح الكمبيوترات ده كله ليله نعرف هل فيه فيروس في اي كمبيوتر فيه ثغرات وكده ونعمل له ابديت للسوفت وير برضه ده برضه مجال قائم بذاته اسمه vulnerability Scanners طيب ده جولة كامل كده عن Security Plus احنا مشينا فيه طيب سؤال بعد ده كله ممكن تقول لي أحمد الحاج أنت كلامك كلمته ده كله It's okay but uh, ليه أنا أدرس uh, اسمه ده ليه أنا أقرأ عشان آخد Why Earn a Security Plus Certification؟ ليه أعمل Security Plus Certification؟ اوكي آه كم بلس في اربع ميزات اول حاجه انترناشونال شهاده عالميه انت لا تمتهم بدوك رقم في شهاده بتاعك في رقم بعدين يشوف الشهاده في رقم سيريال نمبر الرقم ده زي السوشيال سيكيورتي لما يدخلوا المعلومة لما تقدم الشركه تديهم الرقم بيقدروا برجوا للشركه بعرف انت يو ار سيرتيفاي تا سيكيورتي بلس طيب سيكيورتي بلس هولدرز كان اكسبكت

الشهادة ده مطابق ل ICO International Organization of Standardization ده المنظم المسؤول من أي حاجة بعمل بعمل بقدر بديك أنه ال ال تقدر تعرف أنه ال ال البرنامج ده كومبا يعني standards زي مثلا ستاندرد مثال مثلا عندك الميل ميل ده ما خلاص مقياس مش الب... كده الناس اختاروا مقياس لكن بقى ستاندر الكيلومتر ستاندر مش كده الدقيقة ستاندرز الب... هذا شهادة بأنه ده ستاندرز ناس استخدموه وما... ما تاني ما فيه نقاش منه ده بقول له شنو في منظمة اسمه اي سي او اي اس سوري اي اس او هنا انا كاتب سي لكن هنا المفروض تكون او كويس اي سي واي واحد عنده رقم ف Security Plus 170 Kidden. Waste. Okay. International Organization of Standardization. They'll had it higher. standards. Tape. Tape Mates. DOD. <laughs> De I Department do of Defense. Department of Defense. DOD. Department of Defense. 81 8570 okay. Place. إذا دار تشتغل في Department of Defense Security Plus ده من ال Requirement ومعظم شغل الحكومة Security Plus it's a Requirement من الحاجات المطلوبة ما بيسلموك sensitive data إلا أنك أنت to be certified حتى لو أيونوك بدو قولك يا أخي أوكي أيناك لكن ما ما نديك اكسس لل لل بتاعنا الا تبي سيرتيفاي تجيب لنا شهاده بانك انت سيرتيفاي من السكيورتي بلس و يو هاف تو مينتين يعني السكيورتي بتاعك يوم الوقف كل الاكسس اللي تشتغل به بقيف كل الباسورد بتاعك تاني ما بيشتغل ف عشان كده اهميته بيجي هنا يعني مثلا دي او دي عنده شغل كتير جدا وبالذات مجال السايبر سيكيورتي الديبارتمنت اوف ديفنس طيب ذا Secure... طبعا ديبارتمنت اوف ديفنس اكبر منظمه او اكبر منظمه كانتربرايز في العالم يعني يو اس ديبارتمنت اوف ديفنس كويس من ناحية عدد من ناحية الميزانية من ناحية حجم لأنه لما نقول ديبارتمنت ديفينس فيو الأرمي فيو ال... في الاير فورس في المارين في كل واحد قسم لكن ارمي طبعا اكبر ممكن طيب سكيورتي بلس جلوبال اوف باندرز طيب السكيورتي بلس يعني بيشمل كل المجالات السكيورتي وبيشتغل مع كل الفندرز ما عنده حاجه ما, ما مخصص في حاجه معينه مثلا عندي شهاده سيسكو كويس سي سي ان اي ده بكون مخصص بس في سيسكو مثلا عندي شهاده جونيفرس ده مخصص في جينيفر لانه كومانتا سيسكو ما بيشتغل في كومانتا جينيفر. جينيفر كويس لكن سكيورتي بلس يعني ان ال بتاعه صالح لكل الـ كل البلاتفورمز كل التولز طيب طيب uh... الاكزام بتاعه اكزام uh, اوبجكتيف او دومين سكيورتي بلس هنتكلم عنه ده بيتكون من 5 دومين 5 دومين وكل دومين له نسبه معينه اننا 5 دومين الدومين الاول اسمه جنرال سكيورتي كونسبت ده بديك الحياه الجنرال بعرفك بالكلمات هو 18% هنا في واحد بمناسبه 18% والدومين التانية بتكلم عن الثريت vulnerabilities and mitigation. بتكلم عن الثغرات والتهديدات وكيف احنا نعملهم ميتيجيشن او التقليل منه ده بيمثل 22% من المنهج طيب طيب عندنا الدومين نمبر 3 ده اكبر دومين 28% بتكلم عن security ارتكشر security attraction. So domain number four, security operation, 18%. Well, domain number five the last one, security program and management and oversight. But then comes domain become, you know, the it needs 20%. I mean, the total time, 100%, okay? Okay. The exam, the uh, exam, طيب لو جينا الإكزام بتاع security plus uh, بتكون من multiple, multiple choice وفي حاجة بسموه performance based questions خمسة أسئلة الأولى زي labs وبعد ذاك في الباقي كلها تزين سؤال uh, بدوك تزين دقيقة uh, النجاح تجيب وخمسين عشان تنجح فإذا إذا داري أي معلومات عن الامتحان تمشي لـ www.competia.org فإحنا طبعا نديك الماتيريالز نديك اللاب ونديك الأسئلة و أي حاجة أنت محتاجه إحنا نوفر لك فما عليك إلا شنو تجتهد طيب ده شكل الشهادة بتاع السكيورتي بلس لو لهاسه بكون هنا في 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 رقم ده الرقم اللي انت بتكون مسؤول منه ده بيكون unique number for everyone فده ده ده شكل الشهاده بتاعه اوكي طيب ده بعد الشهادات الناس أخذوه ده اخر واحد تقريبا 17/2 اخد الشهاده ده التهنئه بتاعنا احنا الناس اللي عملوا اشيف لشهادات السكيورتي بلس دي سامبلز منه كده كشركه نقدم التحنية واحنا نديك شهاده اكمال ما تبعنا بلس وكده طيب طيب اوكي okay. عرفنا سيكوريتي بلس عرفنا بتكون من شنو عرفنا الامتحان نجحنا وكده واتس نيكس نشوف الجوب في النهاية الإنسان هدفه شنو؟ هدفه أنه يتعلم زين داير شنو؟ يشتغل بيه مش يجيب الشهاده ويعلقه في البيت مش كده طيب اتكلمنا كلام بسيط عن الجاب وكده قلنا يعني ورينا اهميته وكده فدائما الشركات الكبيره طبعا زي ما قلنا الديبارمنت اوف وكده طيب هنا في سامبولس ليه الوظائف اللي انت بتشتغلهم سيستم ادمستريتر سايبر سيكيورتي ادمستريتر سيكيورتي ادمستريتر سيكيورتي سبشالست سايبر سيكيورتي سبشالست سايبر سيكيورتي انجنيرنج والاسامي ده اسامي بس يعني في اسامي كتيرة جدا مربوطه بتاع لكن بعده نفس الوظيفه يعني بعده نفس الوظيفه فاي جهه بكون انهم اسامي معينه كده يعني مثلا ناس government عندهم اسامي معينه مثلا أقول لك اي تي سبيشاليست انفو او انفورميشن سيكيورتي او اي تي سبيشاليست أه نتورك سيكيورتي المهم اسامي بس لكن في النهايه كلها يعني الشغل بتاع سايبر سيكيورتي وبيعدوا نفس الوظيفة وكده يعني فده جزء من الأسامي اللي أنت ممكن تعمله سيرش يعني وين أسامي كتيرة جدا طبعا ده ده جزء سامبلز أوكي طيب نينا غارين أوكي ده اسم الوظائف ليه أنا ما أشتغل في نتورك ولا أشتغل في داتا سبيشالست أشتغل في نينا غارين Uh, مجالت, مجالت IT, IT support specialist, network specialist, cyber security specialist, data, data specialist, software and web developers. a Cyber security specialist. Okay. Okay. ده مقارنة بسيطة في عدد الوظائف والرواتب طبعا انت ممكن تشتغل من انتر ليفل لحد انتر ميديا ليفل بعد لكن انت تقدر تطور نفسك وتمشي لقدام طيب آه، آه، نفس الاشخاص ذيل ف الاي تي سبورت بتاع ناس الهيلب ديسك ده الرواتب بتاعهم افريج بتاعه وده ده الافريج بتاعهم ونسبة ال growth فيو سبعة وعشرين في المية ثمانية وعشرين في المية network ثمانين growth View كم ثلاثة في المية اوكي طيب ال ده بيهمنا cyber security 102

السايبر سيكيورتي سوقه كبير جدا وسوقه متوفر وموجود بكميه كبيره جدا لو قارنا بباقي الاي تي كده سايبر سيكيورتي سبيشالست سيرتيفيكت انت البيجنرز ببدا بمثلا 61 ل ل 201 للبيجنرز ببدا بيه ارقام ده يا جماعه فيو بلس او ماينس يعني ما اكزاكتلي exactly. ممكن يكون في زياده بسيطه في نقصان بسيط يعني طيب دل انترميديت ليفل ببدا ب 79 بحصل لحد 131000 في دولار الادفانس ببدا ب 102 لحد 107 165 uh, الف دولار اوكي okay. طبعا هنا انت ممكن تبدا وكل مره بيزيد اذا ما مشيت للانتر intermediate ليفل بس قاعد في beginner level وبيزيد ممكن يكون يحسن الموقف ممكن كنت في beginner لك فتره طويله جدا وما عملت جرو اب وكده طيب سايبر سيكيورتي ده انا برضو واحد من التقارير تاع الرواتب طيب طيب احنا كا اوكي عرفنا السايبر سيكيورتي شنو عرفنا اهميته شنو عرفنا سكيورتي بلس عرفنا الدومين بتاعه خمسة دومين بتاعه شنو مجالاته عرفنا الوظائف عرفنا الرواتب آه طيب احنا نوفر شنو كهاي تيك كامباني احنا نوفر آه نوفر الآتي أول حاجة ندرسك المادة ب مادة طبعا بلغة إنجليزية بنفس الطريقة ده نفس الطريقة كنا سلايد ومكتوبة بإنجليزي ونشرح بالعربي وانجليزي اوكي ده الطريقه بتاع التدريس بتاعنا بنفس الطريقه ده كويس بعد داك انا اوفر لك الكورس material نديك كتاب ونديك الكورس نوتس ونديك الباور بوينت برزنتيشن اللي قدامنا اللي قاعدين برضه نديك له ونديك كل الكلمات المطلوبه وتعريفاته بالعربي والانجليزي ونديك اسئله سامبلز uh, اي شابتر هنا منه اسئله نديك ونجي نحل بعد الاسئله في كل نهايه شابتر وبعد ذاك نديك الاكزام يعني بعد ما تقرا نجي نديك اكزام وتيست نديك كويس وتيست وبرضه هنا اننا تيب اند تريك تو هاو تو كراك ذا امتحان كيف تكنيك انك تمتحن واننا اللاب ده اللاب ده بديك الخبره العمليه بالنسبه لك طيب اللاب اللي احنا نشتغل تلاتين ساعة من اللاب براوزر بيس فيرشوال لاب والراب هو عبارة عن ريال equipment من أجهزة موصلة مع بعض لكن انت بتشتغلهم فيرشوالز واللاب طبعا من شركة كمبيتية فده بديك الخبرة العملية وكده يعني فاللاب انت ما بتدفع على اللاب انكلود ايفري ف فا نديك الاكسس تقدر تخش على اللاب وتشتغل اللاب 30 ساعة انت حر انك تشتغل في الزمن اللي انت داير تشتغل فيه وكده طيب اوكي بعد كله شنو رسوم الكورس هل الكورس ده فري؟ نو الكورس ما فري الكورس فيه رسوم آه رسوم 500 دارس تدفع مقدمة مع بداية الكورس ده بشمل الحاجات اللي ذكرناها وزايد اللاب اذا انت داير داير اللاب بس من شركة كمبيتية اللاب بكلفك بكلفك ميتين دولار احنا ديك اللاب ده فري بتشتغل فيه وديك الكم اسئلة وكده كل الحياة دي is 500 دولار طيب اذا في اي question طيب خلينا نمشي قدام ونجي راجعين طيب كمبيتية اي IT cyber security pathway career شنو ال... يعني ال pathway بتاعنا شنو شنو المسار بتاعنا عشان اقى cyber security ابدأ من enter level لحد اكون professional او expert in cyber security طيب ده الكورسات مفروض تاخدهم تمشي من هنا تبدأ من اول حاجة وتجي ماشي لحد ما تحصل اخر نقطة هنا طيب IT

عن بروجكت بلس والكلاود بلس وشنو و تي تي طيب شاف المسار ده السؤال واحد ممكن يقول يا احمد الحاج احنا ليه نبدا من هنا سكيورتي بلس هنا وانا ما بعرف اي حاجه انا مجالي مثلا اقتصاد وجيت خشيت مجال ليه نبدا من هنا كيف اقدر اواصل من هنا سؤال جميل جدا اجابك الاتي طيب أي كورس في ديل بياخد منك مثلا 40 ويك no not 40 weeks 6 to 10 weeks عشان تكملهم وبعدها تمتهن وتنجح وكده إحنا ليه بدأنا من هنا بدأنا من هنا لأنه إحنا صممنا الكورس بحيث أنه هندرسك السكيورتي بلس عشان تشتغل في مجال السايبر سكيورتي والحاجات اللي انت محتاج لهم من هنا وباك نتورك هنتطرق على ونشرح الحاجات اللي عنده علاقه بالسكيورتي والحاجات اللي عنده علاقه بالكمبيوتر والفلمنت الكمبيوتر كلها احنا هنشرحها في الكورس بصوره مبسطه جدا بحيث انك انت ما تستك هنا انك ما درست الكلام ده فا اي انتر ليفل او فيرست تايم في اي تي ببدا معنا هنا لكن احنا الحاجات اللي بخصنا كله نغطيه عشان نختصر المسافه بتاع ثلاثه شهادات نجي نجيب هنا وبعد ذاك لانه لو ما اخذت الكورس الثاني ما حتقدر تمشي اي خطوه لقدامه كده فانت من هنا تشتغل انتر ليفل لحد انتر ميديت ليفل بعد كده انت لو دار توسع تمشي لقدام تاخذ واحد من المجالات ديلو وكده اذا دار توسع لكن انت من هنا ممكن تشتغل من انتر ليفل لحد انتر ميديت ليفل طيب آه الكلام ده مدوم بشنو مدوم بانك انت قلنا الشهاده فترته ثلاثه سنوات وكله بعد ثلاثه سنوات ناس برسولك يقول لك شهادتك ماشي بينتهي وعندنا حاجات جديده لازم تجرام واحد اثنين ثلاثه ما بتنتهي ثاني لكن بدوك حاجات جديده فيديوز تقرام ولما تقراوا بدوك اسئله وبدوك شهاده انك كملت الكورس فلاني والفلاني والفلان ترسل لهم بقوم بجددوا لك الشهادة طيب إذا عندك ITF plus A plus net plus و security plus هل كلهم انتهوا مثلا عندي كلهم ده كله انتهوا كل هاقوم أجدد الأول والثاني والثالث والرابع لا إذا جددت السكيورتي Plus ما بحتاج تجدد التانيين دي خالص كل ما تجدد الأعلى بغطي ديل كلهم اذا انت هنا في نتورك لما ينتهي A بلس نتورك لو جددت النتورك خلاص بغطي ده وكده عشان كده السكيورتي بلس هنا عادي جدا انك لما تجددوا ديل كلهم بكونوا تجددوا كده وديل انت ما محتاج لهم كتير لان انت ما ماشي في مجال نتورك ولا ماشي في مجال هيلب ديسك ماشي في مجال سايبر سكيورتي ف عشان كده احنا ناخذ ال... ده وفي ناس طبعا كتير معانا ما عندهم باك جراوند تي لكن اخذوا الكورس ونجحوا الحمد لله ناس جزء مجالاتهم بيولوجي جزء مجالاتهم مجالات تانية لكن خشوا بدو من هنا ومواصلين فده ال سايبر سيكيورتي باث طيب فده للاي تي الشخص الداير يمشي في المجالات ده كله خريطه كامل انك انت تمشي في المجال كيف من بيجنر لحد ما تحصل لاكسبرت دي الشهادات اللي بتاخده ما بتاخد كل الشهادات لكن تأخذ جزء منهم تتابع اي خط بوديك انه في النهايه بتطلع لشنو بتطلع لتخصص معين ده بس للجنرال knowledge للشخص الداير يعني <applause> طيب this is me ف... Tell our phone number six four six two nine nine zero six four zero. in the email hightech twenty twenty at Gmail. Resmiana Madal founder of founder and CEO of the hightech. That email return hightech twenty twenty at Gmail six four six two nine nine zero six four zero. فنرجع لل questions عندك أي question آه. نشكركم كل الشكر بأنه أدتنا فرصة أن يعني نعمل لكم orientation about security plus فالناس الدارين يواصلوا في الكورس الكورس طبعا أه تعتبر يعني ده بداية بتاع الكورس لكن officially أول لكشر يوم الاثنين إن شاء الله الزول الداير ما سجل عندنا ودائر يسجل يعمل التاكس مسج أو إننا جروب ممكن نضيفك للجروب كده ترسل لنا تاكس مسج بعد ذاك إحنا ندرس عن طريق جوجل كلاس نجي نشرحه برضو جوجل كلاس كيف وكيف والماتيريال والفيديو طيب المحاضرات بتاعنا بكون بنفس التوقيت ده اذا في زول عنده مشكله بتاع التوقيت احنا محاضرات تانا بكون مسجله عندك اكسس للمحاضرات فما كل الناس اللي بسجلوا ان بحضروا مباشر لكن اذا حضرت مباشر تقدر تسال اسئله مباشره اذا ما حضرت مباشر تستمع لفيديو وتسال اي وقت وكده يعني ما كل الناس اللي بسجلوا انه بحضروا محاضرات الناس الشغالين صباح بحضروا معنا مساء الناس الشغالين مسا بقوم بحضر محاضرات الصباح ناس شغالين ويك week, ويك بحضروا في الويكند وكده وفرق التوقيت طبعا امريكا فيه 5 او 6 توقيت فرق التوقيت عشان كده ما كل الناس بيحضروا كده ف الزمن ما مشكله تقدر تو manage يور تايم اس يو ما بفوتك حاجه وكده ف الفرصه مطروح لكم ف تعمل unmute yourself بعدك لو عندك أي سؤال ممكن تساعدك كده سر الأسئلة طيب السلام عليكم يا أستاذ أحمد شكرا لك كثير آه الحقيقة أنا عندي بنتي بس هي قاعدة معها هي بتسمع عمرها 17. فهل ممكن تدخل انا عايزاها تدخل هي السنه دي جراديويت انها تجرب يعني ممكن تحب الحاجه دي وتمشي فيها لقدام انا حتى فكرت انه انا ذاتي ادرس كيمستري ممكن انا ذاتي يعني ابدا معاه يعني فالسؤال هل 17 سنه ممكن تدرس الكورس ده وتعمل السيرتيفيكيشن اللي انت تكلمت عنه تاخذ الاكزام وكده ولا في عمر محدد بس يعني شكرا لك سؤالك جميل بس دايرين أي زول بيسأل يذكر اسمه ولاية بتاعه بس يعني بعدين طيب اسمي عفراء أنا عفراء موسى موجودة في نورث كارولاينا أوكي مرحب بك عفراء طيب أه بسأل بيقول إنه يعني في عمر معين للكورس وكده وهل مناسب للعمارة الصغيرة طيب أه الكورس ما عنده عمر معين و الكورس الشخص اللي بيكون عمره صغير اول حاجه اتس كويك يعني بياخد بس بشرط انه يعني يفهم العربي بتاعنا احنا قاعدين نتكلم ابو ده لو حس بالطريقه دي قاعد يفهمنا بقدر بفهم الكورس لانه اتس نوت فول انجلش فالشخص اللي بيكون فول انجلش ما بيفهم عربي بيكون عنده مشكله لانه احنا نقضي زماننا كله في شرح بالعربي زي ما قلت لا هي إذا... بتفهم عربي، بتفهم عربي كويس. اوكي اوكي عادية. اوكي جود جود خلاص ما عنده مشكلة. فالشخص اللي بيكون عمره صغير عنده فرص كبيرة جدا وإذا دخل مجال السايبر سكيورتي من بداية يعني عنده تشانس أنه يمشي فيه بصورة كبيرة جدا. بعد ذاك لأنه الكورس السايبر سيكيورتي مجالات كثيرة جدا و و يعني مش بس الكلام اللي اختصرناه اتكلمنا فيه ده يعني فيو مجالات الاتاك فيو مجالات بتاع ريسك اسسمنت فيه... الشخص بلقى نفسه زي الاي تي انت لما تخش الاي تي فيو مجالات كثيره تلقى فيو نفسك في مجال تحبه وتمشي فيه فالشخص اللي بقود من عمره صغير في سايبر سيكيورتي هيكون اكسبرت في عمر بدري جدا كويس و هيكون يعني فرصه اكتر من حتى احنا الفرص اللي احنا لقيناها وكده فاذا عندها رغبه بس انه تخش في مجال اي تي وسايبر سكيورتي من حسي بشرك ان هي بتكون عندها يعني عندها مستقبل كبير جدا يعني في مجال اي تي وكده بعد داك موضوع الامور في البلد ده اتس نوت يعني ما محسوبه لان انت لما تيجي تقدم ما بقول عمرك كم يعني انا شغال في 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 شركه او في انتربرايز ففي ناس اعمارهم اوفر 70 بتعينوا لانه ما في ديسكريميشن للعمر في البلد ده كويس زول بكون خلص اي حاجه بعدك بيجي ببدأ بتعين جديد وبيشتغل مع الناس كده فالعمر ما محدد يعني انت ما بتقول عمري كبير ومشى وكده لكن الشخص الصغير عنده 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 بيك اوبورتونيتي اذا بدا اذا فكر من حسي وبدا يعني كده وبعد ذاك شوف ممكن يشتغل يعني يعني ممكن يشتغل ايرلي جدا يعني ممكن يكون قبل ما يعني ممكن يكون خلاص خش في طور بتاع وظيفه انه بتحلو انه ممكن يكون توظف ما عرف 18 ولا كم بيجي بتوظف ممكن توظف من بدايه يعني ببدا من بدايه تخيل انه اذا كان بدا من 18 سنه واشتغلت لما يكون عمرها 25 سنه ويكون اشتغلت عندها سبع سنه خبره شوف قطع سبع سنه خبره ده بكون عمل حاجات كثيره جدا وعمل شهادات كثيره جدا في مجال السايبر سيكيورتي وزي ما قلت لك بكون عنده يعني اذا عندها رغبه دونت بوش اني ون اذا عندها رغبه لكن اكيد اذا بدا يعني في السايبر سيكيورتي لانه الجيل الجديد بيحبوا المغامرات وفيديو جيمز وكده فلو مشيت في السايبر سيكيورتي في حاجات كتيرة جدا يعني لأنه متطور مع التكنولوجي وبيعمل حاجات حتى الناس القدامى ما يقدروا بيعمل لأنه طريقة تفكيره بيختلف وكده كويس مثلا إذا مشى مثلا في مجال اختراق كويس فمجال pincers يعني طريقة تفكيره بيقدر بوجد الثغرات أكتر من الزول الكبير لانه ترك تفكيره بيختلف كويس تعامله مع التكنولوجي من ايرلي إتش بيختلف كبير جدا من الناس اللي يتعاملوا مع التكنولوجي كبير فبقدر بعرف الثغرات ويعني بكون فيه يعني زي ما اقدر اعبر لك يعني بكون فيه شنو لكن دل ده انا في رايي كده طيب ان شاء الله جاوبت على سؤالك شكرا لك سؤالي انه هل هي ممكن تعمل السيرتيفيكيت بيسمحوا لها يعني بعد ما اخذت الكورس مثلا كملته مش لازم تمشي تعمل الامتحان فبيسمحوا لها ولا نو امتحان يعني... لك امتحان تقدم بس وتمتحن يعني امتحان ما عنده ما knowledge. ما عنده اي قيود يعني تمتحن وتعمل سيرتيفيكيت عادي جدا يعني وكل الشهادات الحسي احنا ذكرناهم ديل ممكن في سنه واحد يعني زول يانج إتش ممكن في سنه واحد يعمل الشهادات ده كله ليه شخص مبتدئ زي زي انا كبير شويه يعني هل المساله دي حتكون يعني هي سهله او معقوله لانسان ما عنده خبره كبيره يعني في الكمبيوتر يعني ده كلام ده انا جبت ذكرته انا قلت لك احنا نمشي فيه حس انت محاضره بتاعنا فهمت منه حاجه الله فهمت كل حاجة كانت خلاص حاجة إحنا ومبسطر. إحنا إحنا هنشرح بنفس الطريقة ده نمشي فيه بنفس الطريقة ده يعني بنفس الطريقة اللي إحنا مشينا إذا فهمت المحاضرة بتاعنا ما بكون عندك مشكلة تانية إذا ما فهمت الحياة اللي قلناها يكون بكون عندك مشكلة كبيرة طبعا الله شكرا شكرا يعني. كان واضح جدا والله وكان إيزي يعني وشرح مبسط شكرا لك الله يبارك فيك فرصة مطروح للنقاش أو للأسئلة صالحة سؤال ثاني اكيد طبعا بكون في في راس اي واحد بكون له سؤال فاسال مهما يكون سؤالك يعني نعمله هايلايت قدر الامكان نحاول نجاوبه كده طيب يا اخونا احمد معاك بشاره بس حبيت اشارك يعني تعليق بسيط كده وتشجيع للناس الحاضرين حاضرين المحاضره واللي حيحضروا بعد التسجيل أول حاجة كتر خيرك ومشكور كتير جدا أه أنت من زمان يعني بتحب تشارك الناس أه المعلومات والحياة بتنفعهم يعني بالذات في أمريكا وكيف يستفيدوا منها هنا ودي خطوة جميلة أنا مش أرسل أه اللينك كنت حتى أنه أنا ما محتاج أقدم لي وظيفة ولا حاجة لكن <applause> لازم أدخل أحضر لأنه معلومات حتكون مفيدة غيمة جدا يعني فنتمنى الناس تتواصل معك ويعني تحاول تستفيد من خبراتك و قدراتك يعني ما شاء الله انت بقيت خبير بتاع سايبر سيكوريتي في السنين اللي فاتت اللي هو اللي اشتغلتها وفي مجال كمان في منطقه خدتك يعني دائما في ابديت وزول لازم يكون مجتهد ويعني يطور نفسه فليك يعني كل التقدير وللناس الحاضرين دي برضو اتمنى ليهم يعني يستفيدوا منك ويستفيدوا من الفرصه اللي تقدمها عبر هاي وتحياتنا للاسره يلا سلام شكرا جزيلا اخونا باشمهندس بشاره سعيدين جدا انك انت تكون معنا الباش مهندس الكبير هنا بشارة طبعا مهندس كبير جدا بتاع الاي تي في الكوميونيكيشن دول شغال مهندس كبير في ناسا فسعدنا انه تكون معنا في المحاضرة وكده يعني شكرا جزيلا على التعليق بتاعك وكده إذا عنده سؤال أو تعليق يعني كومنت السلام عليكم عليكم السلام uh, معك أنا صاحب حسين الطاهر uh, من فرجينيا uh, بس بزعل السكيورتي uh, بلازا انا لازم اخذ اول حاجه حتى بعد ده امشي للسايبر سكيورتي لان انا الكورس يعني زي تغير كده زي اللي شويه فانا السكيورتي بلازا كان امتحنته 2020 حتى كنت انت... عندك مره شفت في اليوتيوب يعني عندك شرح في, في اليوتيوب كان 601 ذاته فبس امتحنته مره واحده انا وما واصلت فيه ثاني وقفت من وقفت اشتغلت كده و... في ظروف كده وقفت بس ثاني جيت راجع عليه تاني ف عايز امتحنه هو عايز امتحنه الاي بلس بس الاي بلس انت احتمال امتحنه بعد اسبوعين لكن بس عاوز اعرف كله يعني اذا انا اخذ الكورس ده تاني من البدايه ولا امشي في الاي بلس لانه وجهتني برضه ما 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 اعرف الخطوات الصح شنو يعني. هو جزاك الله خير شكرا اخونا انس من فرجينيا فانس بسال بقول انه امتحان سكيورتي بلس وسنة الفين وعشرين وما بعرف جدد الشهادة ولا ما جدد ما ذكر وداير يرجع تاني A بلس وكده فأنا بوريك من وجه نظري أنا بعدك يو كان ديسايد فإذا إذا أنت عندك السكيورتي بلس وجددت وما ما خليته اكسبيرت وطبعا بتجدد كله ثلاث سنوات ف حاول جدده لانه هم بيرسلوا لك بيرسلوا ليك انك انك تعمل كونتينيوس عشان تجددوا كده بوروك الطريقه بتاعه كده عشان تجددوا كده آ... ما بعرف انت ليه مشيت لحد سكيورتي بلس تاني رجعت يعني داير تبدأ بـ A+ انا ما اعرف الهدف بتاعك شنو لكن آه انا في رأيي رأيي انا انت وصلت security plus don't go back don't go back فـ security plus ده بأهلك انك انت تقدر تشتغل as inter level تعدي intermediate level بتاع السايبر security كويس و واحد انك انت بدل تمشي تاني ترجع ورا يعني انه عندك زمن انك تقرا امشي اقرا كورس قدام اصلا لو ده تعمل شهادات بس تظبط الرزم بتاعك وقدم تشتغل وبعد ذاك اقرا شهادات لقدام يعني امشي راسي ما ترجع ورا كويس لانه اي بلس ده بشغلك شنو بشغلك على هيلب ديسك يعني بشغلك على هيل ديسك واحنا نتكلم هنا عن السايبر سيكيورتي كويس واحنا الناس اللي بيجروا معانا بيمتهنوا بيشاركوا معانا اننا هاي بسموه آه، اننا بروجكت نشتغل في بروجكت والبروجكت ده نديك بروجكت تشتغل فيه والبروجكت ده بنزل لك في الرزمي كويس اننا مجموعه من البروجكت والبروجكت ده الحاجات الناس بيشتغلوه الان في الشغل وتتدرب عليه ونديك تولز معين تتدرب على التولز ده وده بينزل لك في الرزمي بيساعدك كتير جدا وده تعتبر خبرة عملية بالنسبة لك انت كويس ان شاء الله بإضافة للابس اللي عندنا بغطي لك حاجات كتيرة جدا ما بيحتاج انك ترجع لأي بلس لكن اوريدي انت لو قطعت فيه شوط ما في... ما في طريقه طبعا تمتهن طبعا انا في رايي الشخصي كده يعني ف انا اسف ماب هنا انت لو بس دققت على الروت ماب تشعر انك انت سكيورتي بلس ثاني راجع ورا وكده شوف الروت ماب ده أمشي قدامه ولو عندك اي حاجه ممكن تتصل نتكلمه في الموضوع ده مع بعض يعني ان شاء الله ما هي إن بارك الله في أي سؤال يا شباب؟ يا أستاذ مرحبا إذا بتكلم تفضل اللي قال ألو قبلي خليه كم هو يتكلم لا لا اسمع ليش حبيت أشكر الأستاذ بس عايز أعمل رحمية شكرا لكم بزغم الله خير طيب يا أستاذ السلام عليكم أنا إيمان من فرجينيا أصعب حاجة لتقديم الوظيفة هي؟ الـ 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 الانترفيو ولا يعني السي في ولا أنا ما أعرف إيش هو أصعب شيء ترى أعرف الحاجة دي وإذا الواحد عمره 21 واحد بيشتغل في الشركات عادي بيسمحوا لهم يعني؟ سؤال أوكي طيب إيمان من فرجينيا كيف أخبارك إيمان؟ تمام آه. الحمد لله كيفك؟ إيمان سيرتيفايد سكيورتي <applause> بلس ف ال عشان تلقى وظيفة في ثلاث حاجات أولا يعني يكون عندك سيرتيفيكيت ديجري عندك خبرة ذيل شيئين بعد كده بريبير للوظيفة كيف تعمل بريبير للوظيفة لازم يكون لك رزمي ولازم تظبط الرزم بصورة كويسة وبعد تقدم وبعد تقدم تهيئ نفسك لانترفيوز انترفيو Interview, uh, لو رجعنا لي, انت اوريدي مثلا عندك سكيورتي بلس بعد كده تتحول الى الى الحياه الباقيه الخبرة وانت عشان تشتغل انتر ليفل دارك بس شوية خبرة ما حاجة كبيرة لانك انتر ليفل كويس وده احنا جايين نشتغل فيه بانه هناخد بروجكت هتدرب على البروجكت ودا بنزل لك خبرة كده قفلنا الخطوة ده الخطوة اللي بعديه الرزمة في الرزمي نظبط الرزمي كويس نيجي في بروبير للانترفيوز في اسئلة معينة لازم لازم انت تتدرب عليه و يكون عندك صيغة حتى تحفظ جزء منه بعد كده في أسئلة عادية وفي technical questions كل الحاجات دي هنين من كويس أنت عشان تشتغل انتر ليفل ما بكون في technical questions كتير لكن الشركة الدار شغلك عنده حاجات معينة دارك أنك أنت تتكلم كلام واضح يفهم أنك تتكلم كلام واضح كويس communication بتاعك good يعرفوا انك انت تيم وركر تقدر تشتغل مع جروب ما بتشتغل براك ما بتجي بس شركه وتقعد بالجنب بس تشتغل براك داير تكون تشتغل مع تيم ورك تنسجم مع التيم ثانيا آه انت بتكون يعني عندك إيه عندك ابيليتي انك تقرا وتتطور كويس تقدر تقرا وتتطور كويس فدي الحاجات المطلوبه الهم دايرين منك كويس بعد كده هم هيدربوك على الـ على الـ على البلاتفورمز المعينة ما كل الشركات دي بيشتغلوا ببلاتفورمز معينة مثلا سكاننج فاندريتي اسكانين الشركات اي شركه عنده اجهزه بتاعه لكن انت يعني عندك اشتغلت في واحد من الاجهزه خلاص يعني تعرف تتعامل مع الاجهزه تشتغل به او التولز اللي انت بتشتغل به او البرنامج اللي انت تشتغل به دي الحاجات المطلوبة منه فده احنا نيجي نشتغل فيه مثلا انت جيت انترفيو اول سؤال بقول تيل مي اباوت يور ده اول سؤال عشان يقيموك تتكلم كيف وتقدر تعبر عن نفسك كيف وتساوق تسوق نفسك بالنسبه لهم كيف ده احنا عندنا صيغه معينه تيجي تتكلم بوكازول بتاع اي تي تعرف نفسك كيف يعني ده بدك زي دقيقتين تتكلم عنه ده نديك ديك وتتدرب عليه وتتدرب عليه وتيجي تحفظه لما يجي يسالوك طوالي تيجي تكتب الكلام كده طوالي بدك امبريشن انه ده اول مدخل بالنسبه للانترفيوز بعد كده بيجي يسالوك اسئله ثانيه اسئله بتاع بيهيفيرز كويس بيعرفوا انك انت دنيا يعرفوا انك انت زي ما قلت لك انت تيم ورك تقدر تشتغل مع الجروب تقدر تعمل كوميونيكيت معاهم كويس يعني انسان إنسان تتعامل مع مجموعة بعدك تقدر تحل المشاكل عندك ability أنك تحل المشاكل كويس تقدر تعمل handle لل... يعني لو حصل حاجة تعرف تتصرف كيف وكده كويس دي الحياة دي هنشتغل فيهم دي الحياة المطلوبة عشان أنت تلقى وظيفة أيوة ما شرط أنك أنت الأمريكان بتدربوا على الحياة ده أكتر من أنه يكون عندهم واحد بيجيبوه يعني لما تلقاه في انترفيو كانه بعرف الدنيا ده كله لما يجيبوكم ما بعرف اي حاجة كويس آه طيب السؤال جدا. الاخير مم. يعني على هي. الجروب على انت تقول هم يحبوا يكون الواحد يعمل جروب طب اللي داري يشتغل ريموتلي برضه في جروب بالريموتلي في الريموتلي ولا لا؟ انا لما اقول لك تيم وورك او جروب وورك انك انت ينسجم مع المجموعه وتشتغل مع بعض يعني مثلا في حاجه داير شغل مش انت براك تقوم تح... تشتغل لو خطوك مع المجموعه لازم تنسجموا مع المجموعه تناقشوا مع بعض عشان تحلوا المشكله كويس آه، لما يكون في okay. مشكله معينه مثلا عندك مشكله معينه آه، ما انت تقوم تقول انا والله مشكله انا نحلو برايي انتوا جروب تناقشوا اي زول بيناقش بجيب فكره بتاعه وتصلوا الى حل واحد اوكي ده الكلام اللي بقصد أيوة. ما معناه انتم أيوة. تشتغل مع تشتغلوا مع كله. بعض يعني كده ايوه ايوه ده الكلام اللي بقصد أم... يحل المشكله مع بعض ايوه شكرا سالت عن العمر ولا كده حاجه زي ده ولا ايوه ايوه ده 21 بيلقى شغل في الشركات ولا لا طيب ال ال ال, ال... ال... الشركات <applause> طبعا اذا انسان سيتيزن الكلام ده از فيري ايزي مثلا ده يشتغل في الجفرمنت لان مم. انت من ممكن تعمل انترفيو بتاع زول بيشوفك ما في اصلا لحد ما تمشي يوم الشغل كويس وما في زول بسال من العمر ولا اي حاجه لانه الجهات اللي بعين الناس بيختلف من الجهات اللي تشتغل بهم تشتغل ما ممكن يعمل لك بس ب... ب... بالتلفون ب... بالتليفون بيتكلموا معاك بس لكن البروسيس بمشي بطريقة تانية ممكن يكون الكلام ده في الشركات الخاصة ممكن يكون في شوية حاجة لأنه شركة لو صغير خالص دايرين دايرين شخص يجي قدامه يتكلموا معاه و و و و وكده يعني ما في حالة ده ممكن يكون يعني مرات بكون بينظروا على ينج جنريشن حاجة زي ده للشركات الخاصة بعض الشركات الخاصة طبعا لكن قانونيا طبعا ممنوع الكلام ده لكن في مجال government انت ما بتشوفهم ولا بيشوفوك ولا انت ابيض اسود اخضر زول بيعرفك ما في لحد ما تمشي تستلم شغل بتاعك م. اوكي اوكي تقريبا سمع. ده خبرة ده ده بتاعك سؤال أنا. شكرا الله يبارك فيك في ضرين سؤال ثاني عندنا زي خمسة دقائق انا عندي لك سؤال بالنسبه لمجال معاك اسامه بالنسبه لمجال السايبر اغلب الناس بتفتكر انه السايبر يعني السايبر سيكيورتي حاجه واحده وبتقدم الوظائف الجوب ديسكريبشن انه اغلب الناس بتشوف انه الجوب ديسكريبشن ده متشابه لكل الوظائف وكلين كلين بيقعن في خانه واحده لكن القصه بتاعه النتورك سيكيورتي وبتاع السايبر سيكيورتي اللي بيشتغل في الايميل سبامينج والفلترينج وبتاع الويب سيكيورتي فأفتكر لو عندك توضيح إنه ديل ثلاثة أو أربعة أقسام بتاعة سايبر سيكيورتي بالنسبة لحاجة تاني بالنسبة للعمر في أمريكا تقريبا أو يعني إلزاما لازم تكون 18 سنة أقل حاجة عشان تشتغل فول تايم okay, اوكي جود uh, نبدا باخر حاجه 18 ده ده من ليجل ايتش يعني سول قبل 18 بيعتبروه اندر اتش اوكي شكرا توضيح النقطه ده طيب اذا قلت انا قبيل ذكرت نقطه قلت لكم يا جماعه السايبر سيكيورتي اصبح زي الشخص اللي بيشتغل في الـ في الاي تي هسه انا لما اقول لك اي تي وريني اقسام بتاع اي يعني تي يكون الليله ممكن يكون 100 قسم صح؟ اي تي اتشعبت كثير جدا فالسايبر سيكيورتي يعني انا قسمت قبيل بس ل two main topic good أتاك to attack ديفنس لكن الليلة يعني أنا في القسم الشغال فيه فقط إننا السايبر سيكوريتي فيه خمسة أقسام كويس كل ما كبيرة, كبيرة بكون موزعة في زول بكون سايبر سيكوريتي بس فيزي... بسموه فيزيكال سيكوريتي فالناس لازم تفهم السايبر سيكوريتي بالمعنى الكبير قلنا في شكل مثلث سي اي اي Availability انتجريتي افيلابيليتي ده كلها سايبر سيكوريتي طيب لو مسكنا واحد بس قلنا الافيلابيليتي افيلابيتي ده انت خلي الداتا يكون متوفر كلمة متوفر ده ببدأ من الكهرباء لازم يكون كهرباء كويس لازم يكون التبريد لازم يكون آه المحل امن نجي للفيزيكال سكيور لازم يكون فيزيكال سكيورتي اوكي فيزيكال سكيورتي ده بيشمل شنو بيشمل حاجات كثيره جدا في زول بس بكون مسؤول من, من فيزيكال سكيورتي فقط والكونفيدنشال السريه السريه ده بيشمل حاجات كثيره جدا في زول بس مسؤول من التريننجس بس بتاكد انه اي شخص شغال في الشركه ده ماخذ السايبر اويرنس و ماخذ السايبر اويرنس وقاعد يعمل حاجات بصوره صحيحه في زول بيكون مسؤول من الكومبلاينس كويس يجي يراجع اي حاجه لازم يكون مطابق لقوانين بتاع البلد والولايه كويس ده بكون بس مهمته في السايبر سيكيورتي هو بيسموه سايبر كومبلاين كويس بيجي بيشوف أي حاجة لازم يكون مطبقة يجي يشوف ناس الباسورد ال لازم يكون عنده بوليسي بتاع 12345 كويس في ناس مسؤول من الإنكريبشن فقط تشفير فقط كويس وفي ناس بيكونوا مسؤولين من شنو بيكونوا مسؤولين من الريسك أسسمنت ده قسم كامل كويس في ناس بيكونوا مسؤولين من أنتي فايروسز والباتشين ابديت للداتا كويس و يعني اقسام كثيره جدا يعني فيخ يعني خاشه في كل المجالات يعني السايبر سكيورتي خاش في كل المجالات ديبند للمحل اللي انت تمشي تشتغل انت لقيت اي وظيفه بتاع السايبر سكيورتي انتر ليفل او انترميديت ليفل قدم عليه لما تمشي هم بوروك انا انت تشتغل في شنو مش بقول لك خلاص انت عندك سكيورتي بلس تعال اشتغل لنا نو no. ما في زول بديك شغل كده طوالي بتاع بوريك انك انت بالظبط تشتغل شنو لانه عارفين انه السايبر ده حاجه كبير وما في زول متخصص في حاجه معينه كويس الا لو كان في شخص مثلا ده آه يشتغل في السايبر اتاك مثلا لازم يكون قوي في لينكس لانه بيستعملوا لينكس كالي ودارس كويس في ventilation testing وكده ف السايبر حاجة كبيرة لكن انتر ليفل ممكن تشتغل في أي واحد من دير كله ممكن تشتغل فيهم انت انتر ليفل لحد انترميديت ليفل بيدربوك على الكلام اللي انت بالضبط بتا انت, بص... انت بس عندك باك جراوند بيساعدك عندك باك جراوند لانه سكيورتي بلس ده باك جراوند عام لكل الحاجات دي لما يدوك في اي مجال انت بتكون عندك خلفيه لما يتكلم عن الكلمات معينه لما يقول لك سكاننج ما انت تعرف سكاننج شنو سكاننج تولز اذا قال لك فانربيليتيز تعرف فانربيليتيز شنو اذا تكلموا عن عن الفيروسز والورمز وال والسبامز انت تعرف الحياة دي شنو الفانكشن بتاعه شنو كده كويس ف ف فالسايبر حاجه كبيره ما حاجه صغيره انك يعني انت الليله بس تقول انا خلاص اشتغل بسايبر سكيورتي وكده يعني لازم تفهمه بالصوره الكبيره تقريبا في حاجة ما جاوبت على سؤالك لا شكرا ما قصرت جاوبت كويس والحاجة بس ده نبه لها الناس يعني انه ممكن الواحد تكون عنده انترست في في حاجة يعني عاجباه حاجة مثلا زي الباتشينج فدل ما يعني يقرا السايبر سيكيورتي او سيكوريتي بلس ممكن يقرا سيكوريتي بلس ويخصص وقته انه يفهم اكثر في مسألة الان بوينت مانجمنت او الاس سي سي ام وكذا ويفتش وظائف في جانب معين يعني انه يعني يعني يختصر الزمن حقه لموضوع الوظيفه لانه في وظائف كثيره ما بتتكتب سايبر سكيورتي اناليست ممكن تتكتب اند بوينت مانجمنت او اس سي ام مانجر انه في وظائف كثيره بتروح على الناس ان الناس بتكون بتفكر بتفتش لسايبر سكيورتي اناليست وبتفتش ل نتورك سكيورتي وحاجات ثانيه يعني وفي تايتل ثانيه بتاعت وظائف هي سايبر سكيورتي والناس ما منتبهة لها وقد تكون اسهل بالنسبه للناس الداخلين جديد. Yeah, لكن hello, جاوبت على الاسئله وما قصرت يعني دي اول مره وان شاء الله متواصلين معك طوال باذن الله تعالى. Alright اوكي okay, شكرا لك فذكرتني انا لما قريت computer engineering لما كنت بجي بفتش وظائف بكتب computer engineering وتفتش كمبيوتر computer engineering وظائف فما لقيت حاجه بسموه كمبيوتر انجينيرنج ده اصلا في الوظائف لكن بالخبره عرفنا انه يعني الاسامي ده لازم انت تفهم بالضبط الكي وورد بتاع الوظيفه اذا عرفت الكي وورد الوظيفه ايزي ايزي جدا انك تلقى الوظيفه لكن لو ما عرفت بس تكتب انا تقول له انا مهندس كمبيوتر وبعد حتى لما تكون موز... مهندس كمبيوتر يعني ما عندك فكرة أنك تشتغل شنو لأنه أنت قريت حاجات كثيرة جدا لكن لو عرفت بالضبط يعني الوظيفة اسمه شنو هسه أنت لما تيجي تقول له أنا داير سايبر سيكيورتي جاب ممكن تطوح فيه كويس سيمبل جدا لو عرفت عرفت ناس الجفرمنت بيسموه انفورميشن سيكيورتي او انفوسيك بيكتبوا انفوسيك تكتب انفو تكتب الاف الوظائف لكن الناس ما قادرين يصلوا لنقطة انفوسيك او انفورميشن سيكيورتي سبيشاليست الناس فتش في اسامي الواحد في راسه فقط فده برضو جانب ذكرته ده جانب مهم جدا انك انت تعرف اسم الوظيفة عشان تعرف الوظائف عشان كده في ناس كتار جدا بقول لك وظائف ما في لانه ما عارفين بالضبط وورد الوظيفه شنو بالضبط ده هو الحاسه صح احنا بنفتش وما في ما, ما لاقينا عشان ما عارفين yes. شكرا للاستاذ اوكي okay. طيب في زول عنده سؤال ولا طيب لو في زول عنده سؤال ممكن يجاوبوا لو ما في سؤال احنا يعني نشكركم جدا بانو شاركتو معنا اليوم والشخص الدائري واصل مانا الكورس افيشالي بيبدأ يوم الاثنين ان شاء الله لكشير نمبر ون فا عندكم تلفوناتنا عندك ايميل تان عندنا فورم بتاع بيو و نشوفكم على خير ان شاء الله وربنا يوفق الجميع بالنهاية بس ما تنسوا انو كلكم تدعو ربنا يعني يرفع يلطف بأهلنا في السودان ده السلاح الوحيد اللي نقدر نقدمه كده شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله آه، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عندك آه. آه، سؤال ولا معك آه، دعوت محمد الرحيم في الأدلفية آه مهندس آه أحمد كده أخبارك آه، لقينا الإعلان صدفة كده وخشينا ما شاء الله تعقيب بسيط بس ما شاء الله أنا يعني التنوير كان كويس ومحاضرة طيبة وشرحت وأول مرة أعرف أنت عندك شركة في تأهيل وتدريب وشنت خدمات جميلة جدا والسعر ذاته سعر رمزي خالص وربنا يعينك إن شاء الله للخدمات اللي تقدمه للسودانيين هنا في البلد ده وعمل جميل وعظيم وربنا يوفقك ويوفق كل الشباب اللي عندهم رغبة في هذا المجال يعني شكرا لك شكرا باشمهندس داوود وكيف اخبارك وان شاء الله تكون بخير وهنعمل لك كول ان شاء الله طيب احنا نختم ب... نختم هنا وان شاء الله حنشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله